ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة، باش غنسولوا الناس على واحد نص مثال مغربي شعبي قح، اللي هو طلب يطلب ومرتو أشنو. لابا تعرفوا نص المثال الآخر، أجوا معايا. شريف بخير. بخير. أنا أعطوك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الآخر. مرحبا. طلب يطلب ومرتو تصدق. أشنو بان لك في هاد الدائرة ديال السعاية؟ كنا كنتعاون الله سبحانه وتعالى، ولكن راه الانسان اللي محتاج الدرهم ما كيقولش يقولها، ما كيطلبش، ما كيطلبش، كيطلب الله سبحانه وتعالى. ولكن كاين اللي كيطلب وهو ما محتاج، اللي عالم به هو الله سبحانه وتعالى. كاين اللي محتاج للطلبه ولكن ما عندوش الوجه باش يطلب. اللي توصل دوك الناس اللي عندهم يعني عندهم الفلوس وكيخرجوا يسعوا، ونوصل لهم الله يعطيهم شويه القناعه ويشافيهم، والله يشافيهم، وكتبقى بليا. اما حنا راه كنا كنسعوا الله سبحانه وتعالى. كيقولوا هاد الاولين، طلب يطلب، كيقول لك الطلب يطلب ومرتو تصدق، مرتو تصدق. آه. وشنو بان لك في هاد الظاهره ديال السعايه ديال الطلبه؟ واخويا اش غنقول لك، اما كيقولوا من قله الشيء ولا عندهم بغى يزيدوا شي على شيء، داك الشيء بغى يزيدوا شي على شيء. اه وشنو بان لك في هادو اللي عندهم وكيخرجوا يسعوا؟ كاع كنسعوا الله. واخويا هاد الشيء ولف، ولف ولا مرض؟ ولف ومرض ولف. مرض ولف. اه مرض ولف. انت دابا مثلا اللي ما كانش عندك تقدري تسعى؟ لا ما نطلبش اخويا، نبيع ونشري بالحلال وما تسعاش. وما نسعاش، ما نقولش معطوني. وعلاش هذوك الناس عندهم كيخرجوا يسعوا؟ اخويا الا كان عنده وبغى يطلب راه وجهك صحيح، وجهه صحيح قاصح. اه وجهه وحدي طلع من الحجر. وشنو الرساله اللي توصلي لهم؟ ونطلب الله يعفو عليهم. يعفو عليهم. مرحبا. طلب يطلب ومرت تصدق. اشنو بان لك في هاد الظاهره ديال السعايه؟ وصراحه الطريقه اللي تسول ولات يعني حرفه كما كنقولوا في بعدين مهنه، ولات يعني اكيد مهنه، يعني صراحه اللي فيها الربح يعني المادي كثير، ويعني كنشوفوا لابلي بار ديال الناس دابا عندهم حاليا وكيطلبوا، يعني شو معيب. وكنتمنى الناس اللي كتطلب ولا كنسيرتو الاغلبيه كما كنقول لاباس عليهم، انا اللي كنشوفوا هاد الانترفيو ولا يعني اللي عندهم راه شو معيب، راه نتوما كتاخذوا دوك الناس اللي ما عندهمش، راه اللي ما عندوش راه ما يقدرش يدخل ليها. اشنو الرساله اللي تبغي توجهها لهاد الناس اللي عندهم وكيسعوا؟ واولا نقول الله يهديهم والله يشافيهم، لحقاش هذا مرض يعني خطير جدا جدا. الانسان يعني كيولف يعني فلوس طلبه هو عنده، يعني الله يعفو عليكم. تكمل لي النص الاخر. طلب يطلب ومرتو قالك طلب يطلب ومرتو تصدق. واشنو بان لك في هاد الدائره ديال السعايه دوك الناس اللي عندهم وكيخرجوا يطلبوا؟ خويا كلشي ممكن، كاين ايه وكاين لا وكاين مستحيل، كان ان او كاين ان بوسيبل. اسمع لا تستغرب ما دمت في المغرب. لا مدينه الدار البيضاء الكبرى. علاش؟ حيت السعايه كثرات. نقدر نقول لك اللي مريض بالوراق ديالو، مريض عقلانيا، مريض هز ورقه السبيطار كيحط في الارض، طلعتي الكركه تلقى كيطلع، طلعتي طوبيس يعني ولات مهنه. ما نقدرش نحكم لك انا شخصيا، وغنقول لك اللي عارفه كاين اللي ما عندوش، ماتوا والديهم ما كيخرجوش يطلبوا، هازين ومعايتهم برا اصدقاء ولاد الحومه، يعني ما كيرضاوش، ما يرضاش الله. غترسل لنا رساله لهذوك اللي عندهم وكيخرجوا يسعاو. واخويا الله يهديهم والله يشافيهم، الله يعفو عليكم من السعايه، والله يجعل البركه. راه كسبتوا بلا قياس وساليتوا بلا قياس.